السلام عليكم متابعي عشاق الخياطة والتفصيل، كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله. بسم الله على بركة الله. فيديو اليوم غادي نشوفوا طريقة خياطة موديل الفستان، الطوق ديال الفستان أو القندورة. كيجي الشكل ديالو رائع وأنيق بالدونتيل. إذا هنا نحتاج واحد الشريط ديال بي من التوب، كتصيبوه العرض ديالو 4 سنتيم وكتنيو سنتيم من كل جانب. وهنا عندي الدونتيل العريض كيف ما كتشوفوا، هو هذا كيكون عريض شوية اللي كنخدموا به، كيكون عريض يعني كنخدموا به مثلا داك الباندات ديال الراس. المهم راه تلقاوه في المحلات اللي كيبيعوا لوازم الخياطه، كيدير 10 درهم المتر. كنتنيوه بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا، بحال هكا كتنيو على شكل مثلث، وغادي نقسموه في المنتصف بحال هكا كنتنيوه، اولا تخليوه مفتوح وتقسموه يعني بشكل مائل، يعني بشكل مائل هكا باش كيجيكم. هانتوما غادي تفهموا مني غادي نقطعوا. ممكن تستعملوا يعني يكون من الاحسن هذا الموديل هذا تستعملوا يكون توب لون واحد باش كيبان فيه الدونتيل. صافي كيجي بحال هكا، شوفوا مني غادي نفتحوا بحال هكا كيكون في الاول، شفتوا معايا يعني كتقطعوه بشكل مائل. صافي من بعد غادي نجيبو الطوق ديالنا. مثلا الفستان غيكون عندكم فيه قصه في الحزام اولا ما يكونش فيه قصه ممكن تخدموه، يعني ماشي ضروري. صافي كنحددوا المنتصف ديال العنق من الفوق، وغادي نجيبو الدونتيل ديالنا غادي نوضعوه بهذا الشكل هذا. الجهه اللي فيها داك الزواقه كنخليوها من الجهه ديالكم، كنطلعوا شويه بحال هكا، ونجيبو القطعه الثانيه حتى هي كنحطوها بهذا الشكل هذا. صافي وغادي نثبتوا الدونتيل ديالنا بالدبابيس. وغادي نقومو بتثبيت الدونتيل من الجوانب بالخياطة، كنبداو من جهة الكتف ومن الجوانب. ندورو للجهة الثانية بنفس الطريقة، وكنخيطو كذلك الكتف من الجهة الثانية، وندورو على الدورة ديال العنق. صافي من بعد غادي نحيدو داك الزيادة ديال الدونتيل اللي عندنا الفوق في العنق. غادي نجيبو داك الشريط اللي كنا فصلنا من التوب وحددناه بالميكوات باش حصلنا على هاد الشريط ديال البيي، وغادي نخيطو من الجوانب. ما كنبعدوش في الخياطه بزاف باش ما تجيناش باينه، يعني كنخيطو على الحافه ديال الشريط هنا. الا كان عندكم يعني فستان ما فيهش قصه، من الاسفل كتنيو سنتيم ديال الشريط للداخل وكتدورو في الخياطه، ولا كان عندكم فيه قصه فانتوما القطعه السفلانيه كتكون فيها الكشكشه، او لا ممكن انكم ديروا فيه السيور، يعني الفستان يكون فيه قصه في الحزام ومن بعد كديروا فيه السيور، غادي يجي موديل ديال قندوره او لا فستان رائع. صافي هنا غنحيدوا الزياده ديال الشريط من الفوق وكذلك من الاسفل، وغادي ندوز ندير تشطيب للرقبه. هنا انا خديت الشريط ديال بيي في اللون الاسود، وغادي نبدا نخيط على الوجه ديال الموديل على بعد سنتيم. من بعد كنقلبوا للداخل الشريط ديال البيي
ما كنخليوش باين على الوجه نهائيا، كنقلبوه كامل للداخل وكنخيطو. بهذا الشكل هذا كتجي لا فينيسيون مزيانه. من بعد كنحيدو الزياده ديال الشريط، وهذا هو الشكل النهائي ديال الموديل. كيجي الشكل ديالو مفيني من الداخل وكيجي انيق. ممكن تضيفوا ازرار مثلا باللون الاسود او لا تخليوه بهذا الشكل هذا. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى انه يكون الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منه. ما تنساوش تشاركوا مع الاصدقاء ديالكم، وما تنساوش كذلك الاشتراك في القناه باش توصلوا باي فيديو حطيته، وما تنساونيش من دعائكم. كنبغيكم بزاف بزاف في امان الله، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.